crescent shape. Intraoral incision رقم 15 ايضا. This is typically we can use as a small curved cutting edge and is the most popular blade shape. اكثر شيء نستخدمها في عمليات طب الاسنان هي بليد رقم 15. This type of blade we can use for making short and precise incisions. And we can utilize it in a variety of surgical procedures, including the excision of skin lesion or recurrent specious cyst, and for opening coronary also in the arteries. And this is for multitask, not only used for only in the oral cavity. Next, Muhammad. Periosteal elevators. This type of elevators used when we create the incision to loosening the incision from the adherence with the bone. مثل ما تعرفون الانسجن او السدله اللي نسويها بالعمليات الجراحيه راح تكون الادهيرنس مالتها كلش يعني هاي، تكون ملتصقه بالبون. فمن نسوي انسجين هذا مو معناه انه ايزي تو ميك اور رايزنج ذا فلاب، مو بالسهوله انه انت تحرر هذا الفلاب مثل ما تشوفونه بالصوره. فنحتاج للبري اوستيال اليفيتر. من اسال سؤال، البري اوستيال اليفيتر شنو المين تاسك اور ذا فانكشن؟ ريفلكشن اوف فلاب. يعني ممكن انطي جواب قريب لكن اريد المين او ذا موست يوسفول اور يوزد اوف ذيس تايب اوف انسترومنت فور ريفلكشن اوف فلاب. اذا يحرر الفلاب هو البريوستيال اليفيتر as we see. المرحلة الرابعة سألتهم سؤال في داخل العيادة مالت الجراحة على البريودنتال كيوريت والبون كيوريت، ولا واحد عرفه، ومع العلم هو موجود بالمحاضرة بس ما أعرف ليش، يعني بالمجموعة اللي كانوا موجودين ما عرفوه، وهي يعني مو حلوه، يعني this is not nice، يعني معناها هم ما متابعين بصوره يعني مفيده لهم، يعني حتى يعرف الانسترومنت، لان يعني معرض لكل سؤال، اي سؤال معرض له، حتى اللي يقول هي ما موجوده بالمحاضره وانت ما نطيتنا اياها. بالاوستيال اليفيتر مثل ما تشوفون uses reflection of light. Next محمد. ماوث جاد. من اسمه ماوث جاد، هذا فورس فول ماوث اوبننج، يعني واحد ما يفتح حلقه، واحنا نريد سبيس يعني حتى نقدر نشتغل، ما معقوله نشتغل بالايحاءات، لازم يفتح حلقه. وبس المشكله مرات تريزمس البيشنت ان ايبل اور ديفيكولت تو اوبن هيز ماوث، نحتاج للماوث جارد. الطفل ايضا بسبب الفوبيا ما راح يسمح لنا ان نشتغل يعني بالاسنان، فما راح يعني الاكسسبل يكون ديفيكولت. مثل ما تعرفون الروتري انسترومنت الانستيزيا تحتاج له وايد اوبننج، ما معقوله يعني التورباين يكون مجال ضيق وبير يفتر، فصعب يصير تروما، لازم يكون الدنتست مسيطر او الاوبريتر يكون مسيطر سيطره تامه على حركه ايده اللي ماسكه الانسترومنت، اذروايز دايركتلي تروما تو ذا فايتال تيشوز. اوكي نيكست محمد.
تانك ديبريسر تحتاجوه بالاكزامينيشنز نيكس كلكم شايفين هذا تانك ديبريسر. تانك هولدر اذا تريد تسوي بايوبسي تشيل ليجين تسوي انسجين. التانك تاي عندهم تانك تاي ربط باللسان تحتاج مسكه للتانك. صعب مسكه التانك بالجوز بنحتاج هاي الانسترومنت اللي هي التانك هولدر ماسك اللسان. نيكست محمد ريتراكترز او ريتراكشن فور فلاب تشيك مثل ما تعرفون البوستيرير مو مثل الانتيرير اريا. البوستيرير يكون الفيلد اوف فيو جدا ضيق فالفيزيبيليتي او الفيجن راح يكون نارو صعب تشتغل في مكان اي سيرجري او حتى من تريد تسوي اكستراكشن. دون ورك وذاوت فيجن اذا ما تشوف لا تشتغل حتى لا يعني يصير ادفيرس اكشنز بعدين يسوي تروما للنيبرنج تيشوز. فدائما بالسيرجري اذا تسوي انسجين تسوي فلاب تسوي اكسجين لاي ليجن لازم يكون عندك ريتراكترز. اوكي نيكست other types of retractors next شكل اخر ايضا retractor next هذا التايب اوف انسترومنت مالت اند تشيزلز هنا زيت بابل تشيزل هذا يستخدم للشيفينج اوف بون اور وين يو وونت تو ريموف ذا بون سام بونز سبيشالي وين وي اكستراكت ذا توث وي كان. انت دائما باي اكستراكشنز لازم تسوي تشيكينج للسوكيت. طبعا افضل شيء اسويه اني بايديه اتحسس السوكيت اذا كان اي شارب بون سير بروجكشنز بعد الاكستراكشنز. ما اعرف يعني هواي اكو اسباب بسبب باثولوجي مثلا بسبب مثلا فيسيولوجي شوف البون يصير هايت يصير مرات اعلى من الانسايزل من العفو من الجنجايبل سيل او الجنجيفا نفسه فهذا راح يصير انترفيرنس ويا الهيلينج بروسس. شوفون البيشنت يبقى يعاني شنو السبب؟ لانه اصلا راح يكون البون اكسبوز المن للانترا اورال انفايرومنت. الانترا اورال انفايرومنت هي ليست جيده للانر تيشوز من ضمنها البون اذا صار اكسبوز فأكيد راح شي يصير إذا صار يعني إكسبوز راح يصير دراي سوكت. أكيد قسم منكم سمعانين بالدراي سوكت اللي هو التهاب العظم. الدراي معناها جفاف العظم معناها إنه البلد سبلاي كلش صارت يعني ديكريز على البون اللي ضرر لين صار إكسبوز للأورال إنفيرومنت. المايكرو أورغانيزم مثل ما قلنا بالأورال كافيتي هي أبورتشانستيك انتهازية فمن تشوف أي وان من تشوف أي بلاد راح توين يصير انفيد تغزو المكان وبهالحالة يصير كولونيز أور باثولوجيكال كولونيز. عندنا التايبس أوف مالت أند تشيزل اليوني بابل يوني بابل ريموف أوف بون إن فلاكس نحتاج انه نشيل البون ونخليه في قاروره صغيره يعني او فتشي يعني خاص بالجراحه يصير هيك مثل الطاسه الصغيره.
البايبافولت هي اوستيوتوم، اذا اليونيبافولت ممكن تشيل بون بكميه قليله. يعني البايبافولت اوستيوتوم بنحتاج توث ديفيجن، كوندايلكتومي، ريفراكشر مال يونيون بون. البايبافولت تكون مهمه اكثر، اذا هي عمليه فصل السن، كوندايلكتومي، ازاله الكوندايل بالهاي طبعا بالسيرجري ماكسيلوفيشال سيرجري، وريفراكشرينج مال يونيون، عمليه التحام فراكشر بعدين يونيون مال يونيون بصوره غير طبيعيه او صحيحه. نحتاج نسوي ريفراكشرينج كسر جديد، بعدين نسوي نورمال يونيون او كوركشن ذا فراكشر. دكتور هاي الصوره ما شنو المالت اند تشيزل، هاي انسترومنت. اوكي نيكست محمد. بون رانجرز يوزز من اسم البون رانجرز كاترز، بون كاتينج فورسبس، هي تستخدم لقطع العظم. ايضا تستخدم اذا كان عندنا اكستراكشن باللور او الابر، بعدين تحسسنا مكان القلع، شفنا اكو شارب بون في داخل السوكت، طبعا البيشنت راح يتحسس لي هذا البون او شارب بون على انه بقايا من التوث، فراح يرجع يسوي لك اشكال يقول لك انه سني ما احسه كله صار باكستراكشن. فتستخدم ايضا البون كاتينج فورسب to remove the sharp bone for smoothening. I mean now the surgical burst استخدم بالابيسكتومي و other surgical procedures بالنسبة للجو upper and lower. We have different functional parts. You see we have small round fissures. We have carbide also. Okay, next. Artery forceps, mosquito, curve type, and this type of instruments can use to ligations of blood vessels and blunt dissection during incision and drainage. هنا هذا type of instrument is very important when you want to do suture. من نريد نخيط راح نحتاج artery forceps. شوفوا الانسترومنت اسمها artery forceps. الartery forceps اكو blunt type واكو sharp type واكو pointed واكو وايد فانكشنال بارت، ديفرنت شيبس، كل واحد له استخدام وله تاسك معينه. بصوره عامه هو حتى ممكن نربط به البلاد فازلز، وبالاضافه الى دايسكشنز during the incision and drainage. اكيد شايفين باليوتيوب الجراح شلون يستخدم ارتر فورسب حتى يسوي اظهار للانسجن، يسوي له رايزنج، والدرينج ايضا عمليه تصريف الباثولوجيكال كونتنت او السيست. اوكي نيكست محمد. تشو فورسبس، ايش فورسبس معناها مسكه للانسجه. تشو فورسب handling normal soft tissue. بعد عندنا next محمد، هذا مسكة ال soft tissue اللي هي normal. else forceps handling pathological. القوة هنا بال least forceps راح تكون أقوى
من القوه المسلطه على التشوز بالنسبه للتشو فورسب. تشو فورسب نورمال يعني تشوز، هنا باثولوجيكال سوفت تشو، فنحتاج اكزيرت فورس او اكسترا فورس، قوه اكثر حتى تمسك الباثولوجيكال سوفت تشو. طبعا ممكن نسوي اكسجين وممكن انه نسوي انسجين وايضا البايوبسي ممكن، وديفرنت يوزز للال فورسبس. نيكست بون كيوريت، مثل ما حكينا عنه هذا البون كيوريت ريموف اوف ذا سيست، ريموف ذا ديجنريتد بون بالابيسكتومي. ايضا البريودنتال كيوريت ايضا نفس التسميه، تشوفون الفانكشنال بارت يصير مثل السمون، هبالك خاشوقه على مود يزيل كل الهارمفول ماتيريال البون المتضرر، وبالاضافه انه يكون يختلف عن الاكسكافيتر الخاص بالاوبراتيف، هو نفس المبدا لكن يختلف عنه بالسايز والشيب مالته، هيكون يعني اكبر الكيوريت بون كيوريت وفقا للمهام. اوكي نيكست، نال كوكرز used to grasping of firm tissues. هنا يكون more force can exert by cocker. ليش firm bones بالligaments والmuscles، فنحتاج يعني instrument تكون أقوى من الinstrument الخاصة بsoft tissue. Okay, next. البون فايل مثل ما حكينا هسه ممكن تستخدم الكتر، ممكن تستخدم البون فايل على مود سموثنين. شفتوا هذا الاكستراكشنز موجود بالماندبل باللور 6، يصير شارب بون، وهذا مثل ما حكينا يصير انترفيرنس ويا الهيلينج، والبيشنت ايضا راح يتحسس اكو فد شيء شارب، وهذا راح ينتي دليل على انه اكو بقايا من السن لساته يعني ما كامل الاكستراكشنز. يعني رجاء اي اكزو تسوي تحسس للمكان اصبعك، افضل تتحسس اكو شارب بون، ممكن تسوي له سموثنينج بالبون فايل، او ممكن تقطع بالاليفيتر اذا اكو شارب ايضا، وممكن تستخدم الكتر for smoothing. Next محمد. Suture instrument. طبعا نحتاج مثل ما قلنا holder والsuture type. You see for alignments or approximations of the wound مثل ما تشوفون. وعندنا different type of suture. سوتشر بروسيجرز مثل ما حنشوفه هنا بالصور التاليه بعد عين محمد. سوتشرينج انسترومنت، نيدل هولدر مثل اللي حكينا عنه. نيكست النيدل فور سوتشرز، يو سي ذا جراسبينج فروم ذا بايسكتينج اوف ذا نيدل من المنتصف، المسكه مالتك من المنتصف، وتجي من الفيكس بارت مثلا من اللينجوال تعبر عليه على البوكال، مو بالعكس، لانه الفضاء يكون اوسع بالبوكال سايد، مو بالعكس، مو باللينجوال ولا بالبليتر، فراح يكون من جهه التانك تكون صعب انه تسوي شنو الستارت اور ذا فيرست penetrations of the gingiva or the soft tissue from the lingual side because the interference of the size of the tongue. بعض ال patients شوف التانغ مالته فوق الأسنان مال lower بالنسبة للlower. It's not easy
to penetrate the needle from the tongue size or the tongue side, sorry. اللي هو اللينجوال. طبعا السايزات راح نجي بعدين عليها بالنسبة لل السوتشر. نيكست محمد. سوتشرينج تكنيك انتربتد سوتشر مثل ما تشوفوها انتربتد تكون متقطعة then يصير وان باي وان بعدين نسوي تايتنج نقطع ونروح على اللي ثاني واحد ثالث واحد هاي انتربتد سوتشر. نيكست الانتربتد بعده يجي كونتينوس سوتشر مثل ما تشوفون بالصورة هل continuous type of suture technique بعد محمد next continuous loop suture blanket suture as we see in this figures or the slide you see ان شاء الله بالعيادة همينة على الايام القادمه نشوفكم سوتشر حاول يجي تجيبون وياكم يعني شوف تجيبون العام يعني جبنا طريقه كانت ناجحه صراحه قسم يجيبون دجاجه مجمده والجلد مالتها نخيط بيه ورا ما نكمل نشويها طبعا وناكلها او مثلا يجيبون موز قشر موز او مثلا اكو وصل مال شوب مال شايفين مال بايسيكل هاي كلش كانت افيشنت نسوي يسوون هم الانسجن وبعدين يستخدمون السوتشر والديفرنت تكنيك ايضا كان سي ذس براكتسي بعد محمد ماتريس سوتشر هذا الفيرتيكال سي ماتريس هاي الطريقة طبعا more ligations we can obtain لأن هذا البرجر راح يكون من inner على الأوتر next محمد matrix suture horizontal you see this horizontal next This is the last slide. هسه نشوف إذا عندكم سؤال. خلصنا من محاضرة الانسترومنت. والمحاضرات القادمة إن شاء الله راح